Ici, c'est le... C'est le Maroc. Ma voisine fait du bruit. بعد أربعة أعوام على انقطاعه، عاد مهرجان موازين بقوة في نسخته 19. يعد مهرجان موازين الغنائي أحد أكبر المهرجانات الثقافية في العالم التي ينتظرها الشعب المغربي والعالم بأكمله، واستقطب المهرجان في نسخته الأخيرة حوالي 3 ملايين من الجمهور. تأسس سنة 2001 وينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تبدأ فعاليات الدورة 19 بين فترة 21 حتى 29 حزيران مع مشاركة أهم نجوم الوطن العربي والعالم على أكبر مسارح العاصمة المغربية الرباط. لأول مرة في مهرجان موازين ينتظر الجمهور الفنانة هيفاء وهبي ومحمد رمضان على مسرح النهضة، وسيحضر كل من الفنانة سميرة سعيد، أنغام، آدم، نجوى كرم، كارول سميحة وبلقيس، رامي عياش وعبير نعمة. أما عالمياً سيحضر كل من نيكي ميناج، كاميلا كابيلو، غازو أنتيا كولا، والمفاجأة الأكبر أمسية غنائية لكوكب الشرق على تقنية الهولوغرام.